انه احنا خلي اتحاد كرة القدم لا يصور لنفسه انه الحصول على الملحق هو الانجاز، انه الحصول على لا الملحق هو انجاز الغايه والهدف. انا هسه الاتحاد اقول لك تعرف ليش انجاز؟ انت خب تعرف كنا نعرف احنا ما صاعدين ملحق من نظام التصفيات هذا يقول هو خلص هذا، صاعد ملحق. وهو هذا الوصول الى الملحق، يعني لازم الشارع الرياضي يعرف وقبل اتحاد كرة القدم يعرف. احنا اذا نعبر الملحق الاسيوي ونوصل للملحق العالمي على بعد مباراة واحدة من كأس العالم، هذا من الممكن انه احنا نقول عليه ادينا اللي علينا وسوينا اللي علينا. لكن اني اطلع ثالث واروح ويا استراليا او ويا اليابان واشيل 2-3 او حتى 1-0 واطلع، انا ما مسوي شيء، انا ما محقق انجاز. الانجاز هو انتصر. كنا نتذكر منتخب الاردن راح لعب ويا الاورجواي بالملحق المونديالي الملحق العالمي، ولعبوا الاورجواي لعبه بالاردن ووراها لعبوا البحرين ويا ترينيداد، وبحرين ويا ترينيداد وتوباغو صحيح.